لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا فحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا، اشهدوا مشاهدي الكرام أننا في نهائي كأس أمم إفريقيا على أرض مصر، على أرض الفراعنة التي دخلناها آمنين سالمين، وسنخرج بإذن الله غانمين بعد هذه المباراة النهائية. اشهدوا أننا جئنا مصر بروح وقلب وعقل واحد من أجل هدف واحد. اشهدوا مشاهدي الأفاضل أننا بلغنا المباراة النهائية بفضل الجهود، بالدماء بالدموع وكذلك بالعرق، وجئنا كذلك وشغلنا هنا في القاهرة وفي مصر وفي كل بقاع الدنيا، شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة. اشهدوا أننا سنبذل الجهد كذلك في هذه مباراة من أجل إسعاد الجزائر وكل الذين تعاطفوا معنا في خلال هذه البطولة. هذه تشكيلة منتخب السنغال في هذه المباراة مشاهدي الأفاضل، بالتشكيلة المتوقعة من دون كاليدو كوليبالي بقيادة إدوار مندي في حراسة المرمى، سيكون على الجهة اليمنى قاسما صبالي، على الجهة اليسرى كوياتي رفقة صليف صاني، في وسط الدفاع اندياي مع صيفت وإدريس جي، ساديو ماني، إسماعيل صار، وامباي نيون في التشكيلة الأساسية للمنتخب السنغالي. منتخب الجزائري في هذه المباراة يلعب اليوم كما هو معتاد برئيس وهاب بولحي في حراسة المرمى. مهدي سفا بغداد، روح بغداد، روح بغداد، روح بغداد، روح بغداد، رياض من هنالك، رياض يا بغداد، وجول جول إلياي 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 إلياي، جول 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 إلياي يا بغداد، إلياي جول. يوسف ابحث عن جمال يوسف، كرة بعيدة وبالراس وبابا خطيرة، يخرج هذه الكرة، ارجع يا رياض، ارجع يا رياض، ارجع يا رياض، ارجع يا رياض، راح ساديو ماني، راح ساديو ماني، رامي بابا بابا رايا، ليس هناك خطأ في هذه اللعبة الأمام الكرة يا سيدنا. على الجهة اليسرى يوسف وقصمة تفوق، يوسف ارجع، يوسف ارجع، يوسف ارجع، اوه في خطأ، نعم اوه في خطأ، نعم، يقول حكم المباراة لصالح المنتخب السنغالي. بعيفت وإدريس جي، ما زال انديعي يبحث عن قلب هجوم، حذري يا زفان، وفي خطأ من سفيان، حذري يا زفان، وفي خطأ من سفيان، يقول حكم المباراة لصالح، يبحث على الجهة اليمنى عن إسماعيل صار، عنده الكرة الآن، إسماعيل مر، يا بغداد، هو خطأ من بغداد، يقول حكم المباراة على إسماعيل صار، أمام حكم المباراة اليوم، آخر مرة يقول لك يا بغداد، آخر مرة يقول لك يا بغداد، شوف أننا نسينا الهدف. كرة بالراس، حذري من ساديو عيسى، ثم عدلان قديورة، والكرة يطلبها رياض، يطلبها رياض، يوسف ورياض، والدفاع بالأحرى لمسها براسه، رجعها مباشرة لرئيس وهاب بن بولحي. عيسى مندي عند الكرة الآن، يلعبها لعدلان قديورة، عدلان قديورة يلعبها لرياض، رياض مع زفان، نحتفظوا بالكرة شوية، ترجع لزفان مرة ثانية، يرجع لعيسى مندي، عيسى مندي معاه جمال بالعالم، ساديو ساديو، الدفاع يخرجها رياض، هو اللي رجع وخرج هذه الكرة، ثم الانطلاقة من زفان، زفان يقترب منه سفيان، يبحث عن بغداد، كرته لم تمر وراح التماس، شكرا يا رياض. صعب الحديث عن مستوى فني عالي هنا، خطأ يقول حكم المباراة مرة ثانية لصالح المنتخب السنغالي. مخالفات هذه تخوفنا، صعب يخرج رايس، عليكم الآن بالدفاع على هذه الكرة، في
القائم الثاني من هنالك الكرة تروح مباشرة للتماس لصالح السنغاليين. ندفع وندفع امسك ونمسك. شوف رامي بن سبعيني طبعا. عدلان قديورة تروح مباشرة ليوسف بليلي. يوسف بليلي يسمع عن اسماعيل بن ناصر والكرة في الدم لصالح لامين قصمة. ينفذ التماس يبحث عن اسماعيل صار. رامي بن سبعيني في التغطية على مرتين يتدخل ويخرجها للتماس. الحكم يقول للسنغال يا مهدي يا زفان الكرة البعيدة خليها 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 راحت راحت مباشرة. ماني فعلها ساديو ماني راح ومعه بن ناصر وساديو ماني وبن ناصر وفي خطا يقول حكم المباراة ساديو ماني وبن ناصر. انت لازم لك بن ناصر يا ساديو ماني لازم لك بن ناصر يا ساديو ماني. شوف هذا العنيد وهذا الجيعان وهذا العطشان. حذري تقنية الفار موجودة. الكرة في المخالفة حذري يا رئيس. عرفتها يا رئيس عرفتها يا رئيس بأنه سيسددها مباشرة في اتجاهك. التغطية الجيدة للكرة من رئيس وهاب مبولحي يتمكن. ناصر يوسف يلعبها في الوسط لسفيان. سفيان راح انطلق على الجهة اليسرى يوسف واسماعيل والتغطية الدفاعية والحكم يقول للجزائر. يا جمال خطا في التقدير يا سفيان. ما زالت الكرة السنغالية وراحت للتماس. الكرة السنغالية محاولة المرور والتغطية الدفاعية الرائعة من هنا يوش بأنه كاين تقنية الفار. ما زالت الكرة السنغالية وصلت لينباي لينيونغ. با 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 با. أول تسديدة صاروخية على مرمى الحارس رئيس وهاب مبولحي من هذه الكرة السنغالية. يا 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 مرت سلامات. خلي له مترا يصنع الفارق يا جمال لصالح رئيس وهاب. خطيرة بينية وسفيان فبول يخرجها مباشرة للتماس من هنالك. خرجت كثير يا جمال خرجت كثير يا جمال. رياض 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 وخطأ. هيا يا 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 رياض من أمام بدون دياي. ضيعتها يا رياض ضيعتها من أمام يا سيد الحكم. الكرة في المخالفة صعبة كثير للسنغال. جمال ويتفوق جمال وجمال يقاوم مازال ورامي بن سبعين يخرجها يخرجها ويخرجها ويخرج اللاعبين الجزائريين. معاناة كبيرة معاناة كبيرة. جمال يدرك معنى هكذا حملات وهكذا ضغط وهكذا معاناة ويعرف بأنه هنا لازم الحكم يصفر نهاية الشوط حتى نتنفس. هاي الكرة اللي لعبوها نعرفوا لعبوها. هاي الكرة يوسف يلعبها لإسماعيل إسماعيل بن ناصر. قدم إسماعيل راح راح يوسف. إسماعيل ما زال يبحث عن سفيان. وصلت لبغداد تسقط إسماعيل وراح بغداد وفي خطأ يقول حكم المباراة. راح بغداد وخطأ يقول حكم المباراة. بغداد شاهدته توصل رياض على الجهة اليمنى. رياض في المراوغة رياض رامي ما زالت قصمة مع رامي قصمة ورامي يرجع للخلف لإسماعيل صر راح صديو يلعبها لصر نيونغ وجمال. يا سلام عليك بغداد يلعبها لرياض وصلت لسفيان سفيان لرياض. يا 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 بعيدة على ساديو ماني. جمال بالعمري يرسل كرة بعيدة بغداد جاي والكرة البعيدة يا رامي بعيدة يا رامي راحت 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 سهلة لي رئيس. قال لك العب ساديو ماني عنده الكرة رجع للخلف سنغالية الكرة ورو رياض. سفيان وين رحت يا سفيان والكرة لم تمر. رياض اختفى وراح رياض اختفى. صيفت في رمي هذه الكرة في للأمام في اتجاه الرؤوس. كرة رئيس صيفت وسلامات راحت ضربة مرمى يقول حكم المباراة. يا له من حراك ويا له من صراع ويا له من شد ومد ويا له من دفع واندفاع ويا لها من مجهود بدني. صبالي مازال صبالي أرضية ساديو ماني يلعب من دون حذاء. جمال يخرجها بعيدة تماما من هنالك. إسماعيل بن ناصر ما زالت سنغالية ويا ما زال الجزائري. جمال من دون حذاء الكرة تروح لصبالي صبالي محاصر وخطأ يقول حكم المباراة. حذري من الكرة هذه خطيرة بين أحضان الحارس رئيس كير بنيت ياتا. هذا 20 سنة يلعب في بروج مباراة التاسعة مع منتخب بلاده بروج البلجيكي. رياض هذا تقدير حكم المباراة وتقدير الفار. اليد الكرة لمست يد عدلان. يروح يشوف تقنية الفار الحكم يروح يشوف تقنية الفار
يا سيد الحكم فوعة، والتوزيعة كان تقريبا يعني مسدد الكرة قريب من شوف يده حط كم. يا سيد الحكم يا سيد الحكم يا سيد الحكم ما راحش يصفرها، ما راحش يصفرها، ما راحش يصفرها. العب 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 ما راحش يصفرها. العب العب ما راحش يصفرها. العب العب ما راحش يصفرها. هاي نقطة تحول المباراة. الحق على يوسف بلايلي، كرة في العمق، حذري 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 حذري. بابا 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 راحت سلامات، راحت سلامات. هاتي الكرة، مش متعودين نخليه فراغات مثل هذه ويخرج لنا مباين يونغ، مش متعودين. شوف وين خرج لك يا جمال ويا عيسى يماندي يونغ، وبعيدة بعيدة من يونغ. كرة كانت رائعة من لامين قصمة في القائمة الثانية.